مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق اليوم 31 مارس 2021، وكتب الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد. هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، كان الراحل بارا بمصر وفيا لترابها وأهلها، وصاحب يد بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية ورؤيته الحكيمة وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلا عن أخلاقه الرفيعة العالية وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن. ده البوست اللي حطه الرئيس السيسي بينعي فيه الراحل الله يرحمه كمال الجنزوري، مولود 12 يناير 1933 وبالمنوفية، توفي اليوم 31 مارس 2021، أي حوالي 88 سنة. وهو سياسي مصري شغل منصب رئيس وزراء مصر سابقا، كلفه المجلس العسكري الحاكم بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011، وهو صاحب فكرة الخطة العشرينية والتي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003. هنشوف صور نادرة ليه هنا مع إلياس الهراوي رئيس جمهورية لبنان أثناء التقليد بوسام الأرز الوطني لرتبة الوشاح الأكبر، وهنا مع إلياس الهراوي رئيس جمهورية لبنان. مشوار طويل طبعا في العمل السياسي، هنا مع الشيخ جابر الأحمد الصباح رئيس دولة الكويت، أيضا هنا مع نجم الدين أربكان رئيس وزراء تركيا، كلها صور نادرة. وهنا مع السلطان حسن البلقية سلطان بروناي، بروناي دي من أغنى الدول. وهنا مع زل سينج رئيس الهند، وهنا مع السلطان قابوس سلطان سلطنة عمان. هنشوف بعد شوية أحداث الأمن المركزي كان دوره إيه. هنا مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وهنا مع جلالة الملك حسين ملك الأردن. هنا مع جلالة الملك الحسن ملك المغرب. وقال الجنزوري عن أحداث الأمن المركزي في 25 فبراير 1986: دخل علينا السيد عبد الفتاح الدالي أمين الحزب الوطني بمحافظة الجيزة، وقال فور دخولي أن جنود الأمن المركزي بدأوا بإضراب في معسكرهم في الطريق الصحراوي قاهرة اسكندرية، مطالبين بإلغاء قرار استمرار مدتهم بالتجنيد، أي عدم استمرار خدمتهم ضمن جنود الأمن المركزي، وكان محددا من قبل أن تنتهي مدة خدمتهم بعد شهر تقريبا. وبعد لحظات دخل علينا الدكتور عبد الحميد حسن محافظ الجيزة حينذاك، وردد وهو في غاية الاضطراب والانزعاج ما سبق أن قاله السيد عبد الفتاح الدالي: رحت طلبت المشير أبو غزالة وسألته: هل طلبت من الرئيس نزول الجيش؟ لأن الأمر أصبح حتميا والموقف صار في غاية الخطورة. فقال المشير: طلبت الرئيس أكثر من مرة ولكنه ما زال مترددا بالنسبة لنزول الجيش. فبعد دقائق طلبت المشير ثانية وقلت له: أرجوك بما كل ما تحمل من حب لهذا الوطن الذي نعرفه جميعا عنك وأكرر طلبي. أخيرا قال لي: كمال لا تخشى شيئا، فإنني أصدرت أوامري بتحرك قوات الجيش للطريق الصحراوي لتوقف أي تحرك لجنود الأمن المركزي من دخول منطقة الجيزة. نرجع للصور النادرة دي بقى، هنا السفير الأمريكي فرانز ويزنر
ومساعديه في إحدى اللقاءات المتكررة لتعديل الدين العسكري على مصر من حكومي لتجاري. وهنا صورة نادرة لكمال الجنزوري وهو محافظ لبني سويف، كان أيضا محافظ للوادي الجديد، وهنا في نهاية المرحلة الأولى كان رئيس مجلس وزراء. مشوار طويل طبعا في السياسة. ولد في قرية جروان مركز الباجور محافظة المنوفية في 12 يناير 1933، وهو متزوج وله 3 بنات، بنتان خريجتا كلية الهندسة والأخيرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. هو حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشيغان الأمريكية، الله يرحمه. كان الجنزوري لاعبا لكرة القدم منذ كان طالبا في المرحلة الثانوية ثم الجامعة، ومن هواياته الكرة الطائرة وتنس الطاولة. وذكرت تقارير إعلامية أن الجنزوري اعتزل العمل السياسي بعد خروجه من رئاسة الوزراء، وصرح في لقاء تلفزيوني في برنامج 10 مساء في فبراير 2011، اللي هو عقب ثورة 25 يناير، صرح أن نظام مبارك ضيق عليه وحاصره إعلاميا بعد مغادرته رئاسة الوزراء، حتى أنه لم يتلقى ولا مكالمة هاتفية واحدة من أي وزير كان في حكومته. وكان قد نعى الدكتور كمال الجنزوري الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد وفاته، مؤكدا أنه تعامل معه لمدة 20 عاما. وشهادته فيه أنه كان رجلا وطنيا وكان حريص كل الحرص على الوطن وأرضه، كما أنه كان حريص على وحدة الوطن. الله يرحم الرئيس حسني مبارك ويرحم الدكتور كمال الجنزوري. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا.